هذا المبلغ ينتظر الرجاء في حالة فوزه على اتحاد جدة السعودي. نفى رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم أن يكون طرأ أي تغيير على الجائزة المالية لمسابقة كأس محمد السادس للأندية العربية، وأن المبلغ المالي المرصود للبطل يبلغ 6 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار. وقال السلمي في مقابلة مع برنامج في المرمى يوم أمس الأربعاء 18 أغسطس 2021: هذا أول نهائي سيقام وسط ظروف جائحة فيروس كورونا، ولن يكون هناك حضور جماهيري بسبب الوباء، ستكون هناك إجراءات متبعة في النهائي والتتويج. وأضاف: لا توجد أوقات إضافية في المباراة النهائية. ووجهت الدعوات لكل رؤساء الاتحاد الوطني العربي والاتحادات القارية للحضور النهائي.